الحمد لله، أنا جد فخور اليوم وفرحان بهذا التكريم من طرف السيد وزير العدل الحافظ الأختام. سر النجاح التوفيق من المولى عز وجل ودعم العائلة، وأكيد يعني دعم مصلحة إعادة الإدماج لمؤسسة إعادة تأهيل بابار بخنشلة. يعني وقفوا معايا الحمد لله المؤسسة كامل، مؤسسة إعادة التأهيل يعني وقفوا معايا كامل وعاونوني وفروا لي الكتب الحمد لله. يعني 18-39 شعبة تسيير واقتصاد. ما لقيتش صعوبات في هذه الشعبة ورغم أن هذه الشعبة شوية صعبة، ورغم أيضا ثاني رك كما نقول ماشي كما إنسان بيرغم المجهود يعني متواصل، ومام المؤسسة وفرت لنا أساتذة ومؤطرين اللي قراوني وخلاوني يعني نتحصل على هذا المعدل. يعني نشكر الجميع. كانت كما نقول السيرة تاعك اليومية كيف كنت تفوتها؟ من اللي نوض وانا نقرا، تقرا يعني تسمى من اللي تنوض وانت راك في الدراسه في الدراسه. انا استغليت الفرصه واستغليت انه السجن يكون نقطه تغيير ايجابيه في حياتي. تسمى السجن تغيرك؟ غيرني يعني قلت لك تجربه السجن كانت نقطه ايجابيه في حياتي. يعني الحمد لله اني قدرت نكتشف قدراتي وننميهم في السجن، والحمد لله ربي وفقني تحصلت على هذا المعدل، وبإذن الله حاب نكمل دراسات عليا في القريب العاجل بإذن الله. شي هو طموحك لهذا؟ طموح تاعي أني نكمل قرايتي في المدرسة العليا للإحصاء. للإحصاء إن شاء الله. كيف توجه المجتمع الجزائري لهذا رغم أنك راك هنا وتحصلت على معدل أحسن من الإنسان اللي راهو خارج من السجن؟ رسالة للمجتمع الجزائري وجميع النزلاء والنزلات عبر التراب الوطني، أن الإنسان لا يفقد الأمل، أن الإنسان مهما تكون الظروف لا يفقد الأمل ويتمسك بربي سبحانه وتعالى، والتوفيق من المولى عز وجل.